არავის არ აქვს ჩემი ზედამხედველობის დროს ჩხუბის მოწყობის უფლება. თუ ჩხუბი გინდათ, ამისათვის რინგს მოგიწყობთ. გასაგებია? გასაგებია? გასაგებია. გასაგებია? დაიშალეთ. مصارعة مصارعة في السجن لو تحملته شوي ما صار هذا كله فوق ما احنا مظلومين تبي نتحمل ذل وهانة ما اقدر انتوا شو مسوين للعصابة؟ وانتوا شو دراك بالعصابة؟ روني اللي تحركش فيكم وهو من عصابة معروفة بيسلطوه على الناس اللي ما بدهم اياهم بالسجن وسبق وقتل واحد الاسبوع الماضي وشكله ناوي لكم انتوا شو مشكلتكم معهم بالضبط؟ احنا شهود على جريمة قتل شفناها والمفروض انه ما شفناها لحقونا العصابة بغوا يقتلونا مسكتنا الشرطة وجابتنا هنا والمحكمة ان شاء الله بتظهر براءتنا تبرئكم؟ ترحم على حالك احسن انت وياه العصابة ما راح تخلي مشكلتكم توصل للمحكمة حتى راح تنتهي هون والمسؤولين بالسجن متآمرين معاهم ساعتخات Thank you.
الحال. يا اخوي احمد هذا مجنون، وشلون نبي نحاش من ذا السجن وسط الحراسات المشدده ذي كلها؟ يقول انه مرتب الموضوع وراش الحراس. هذا مجرم ويشتغل مع عصابه. ايه بس عربي وخايف علينا. هذه مخاطره وخايف نندبع فيها. هذا هو الحل الوحيد. العصابه ما راح تخلينا نروح المحكمه، واذا هي موته موته نموت وحنا نحاول. اشرف لنا. لا 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 لا, لا. أنا ما عندي استعداد أتورط مرة ثانية، ولا عندي استعداد أموت بطلقة رصاصة. أقول نم.
يا نسوة. اشتطوا عامر يا اخوي هذول صاملين. قلت لك ما صدقتني، والحين ما لنا لخطة احمد ولا بنموت باي لحظه. شباب ما تبي تقول له تاخي شانكت مولدوفا. اخوياك ذولا يقدرون يساعدونا؟ نحن عصابة منافسة لعصابة ارنولد، مستعدين نعمل اي شيء لنتخلص منه. عامر هذا مجرم زيه زيهم، لا تصدقه لا تثق فيه. لو كلامك صحيح ما كنت ساعدكم تهربوا من السجن، ورح ساعدكم لتدخلوا لبيت جاك. متأكد انه في كاميرات مراقبة جوا، والسلاح علي. تركي ما هو بأن تقول انك حافظ بيت جاك شبر شبر. صحيح. أجل مشينا. مدير سامي قد سيبوك ليا كار كوي ارتيبا ظنك في حد هنا؟ ما بعرف
بس خليكم حذرين لبين ما نوصل لغرفة المراقبة. يلا مشينا. أقول يا شباب، أنا أعرف مكان غرفة المراقبة، خلوكم وراي. يلا. الحمد لله، هذا دليل براتي ولقيناه. اي بس اخاف اذا سلمتهم اياه يتلاعبون فيها ويخفونه. لا، انا تعلمت الدرس واعرف من اسلمه له. يلا مشينا. يلا يلا. Ha ha ha! Ain't no shabba.